الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. في ضيافة القيروان، في ضيافة الدورة 24 من مهرجان ربيع الفنون الدولي، تحل الشاعرة العربية الكبيرة سهام الشعشاع ضيفة على الدورة 24، وكانت قد زارت القيروان في مثل هذه المناسبة سابقا. سهام الشعشاع، أهلا وسهلا بك في القيروان. أهلا وسهلا فيك. يعني شو هالقيروان اللي بتضل متجذري بالذاكرة؟ ما أسعدني بمحبتكم، وما أسعدني بالصديقة جميلة الماجري التي غالبا ما تفكر بي لأكون بين الجمهور التونسي العريق، يعني الذي أحس أنه ينتصر للشعر بكل المقاييس. فعلا، إذن أنت ضوعت القيروان بأطر حضورك واهتزت قلوب جماهيرك لك حينما علموا بوجودك، وحينما نشرت أنا الخبر على صفحتي الخاصة وعلى صفحة الإذاعة هلل جمهورك وهو في انتظارك ويذكرون جيدا مجيئك في المرة الفارطة إلى القيروان، فأهلا وسهلا بك. الله يخليك، بيسعدني هالكلام. أكيد أنه يصير للشاعر جمهور بهذا الزمن الصعب، بالزمن اللي انفضت فيه جموع كثيرة عن القراءة والمتابعة. بيسعدني أنه بعد في ناس بتحب تتابع وبتحب تشوف الشعراء وبتحب تتعرف على تجاربهم، وهذا الشيء انتصار لكل ما هو جميل في وجه البشاعة. لا شك، لا شك، نحن نقتنس هذه اللحظة، لحظة الجمال. سلام. يعني عبر إذن كلام الشعراء، عبر القصيدة، من أجل أن نتنفس أكسجين الشعر هنا، كما على حد عبارة نزار قباني حينما زار القيروان عام 95 قال: القيروان خبلتني. أيوة. جمهور القيروان جمهور ذواق، جمهور إذن ذو ثقافة فنية عالية وذو ذائقة عالية أيضا ومصفات، وهو ينتظر حضورك في أمسية شعرية واعدة بحول الله تكون فيها سهام الشعشاع نجمة تتلألأ في سماء بيت الشعر بالقيروان وفي الدورة 24 لمهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان. ماذا عن جديدك؟ بصراحة الشعر بتعرف دايما هو انك تكون حاضر، انك تكون عم تلتقط مفردات الحياة اللي حولك. قد تكون يعني بالآونة الأخيرة الصعوبات اللي عم يعيشها الإنسان، وما في مبرر أكيد انك ما تكتب، الصعوبات نفسها بتحد من انك تكتب القصيدة، ولكن بالآخر لما بدنا ننتصر لأنفسنا كشعراء بتلاقينا رجعنا على الورق. أنا بقول هالكتابة هي تخفف من كل وطأة هذه الآلام والأوجاع والأشياء البشعة اللي عم نعيشها، لأنه بلداننا ما عم تترك لنا متنفس أنه نفكر بالمجالات الإبداعية بقدر كيف بدنا نحلحل مشاكلنا. بس الشعر لا شك هو انتصار على هذه المشاكل وتحدي لها وتحدي للانكسارات الكثيرة. لذلك بحس حالي لازم ضل على قيد الشعر لحتى ضل منتصرة للحياة. عندي أكيد هلأ كتاب عم حضره. أنا صدر لي كتابين، لما كنت بالمرة الأولى يمكن كان عندي كتاب، رجع صدر كتاب تاني على مجموعة شعرية يعني. أكيد اللي هي كأني لم أكن يوما، ووراها أني اختزلتك آدما، وهلأ عم حضر المجموعة الجديدة. بس ما تنسى أني أنا بكتب الأغنيات، يعني بكتب أغاني لعدد كبير من الفنانين، يعني صابر، لطيفة، إليسا، أصالة، زياد برجي، إبراهيم الحكمي، يعني معظم الفنانين العرب. هل نشر في مجموعة خاصة؟ لا لا، بس بكتب للأغنية. تتعاقدين فيه مع الفنانين والملحنين. بتعرف الشعر بالوطن العربي ما بيطعمي خبز، يعني إذا بدك تعتمد على كتبك وعلى شعرك فعلا. فأنا بقول ربنا عطيني موهبة إنه أنا بكتب بالعامية، باللبناني وبالخليجي وبالمصري، فيعني وما بساوم على الشعر بالأغنيات، يعني بضل الشعر بطل بهاي الأغنيات. والحمد لله يعني كل شيء عم بعمله عم بيكون له وقعه وله صدى، على أمل إنه كمان أقدر أسس لشكل غنائي بيشبه اللي أنا يعني رايحة باتجاهه. بالنسبة إلى الفصيح، ما حظ الوزن، ما حظ القصيدة العمودية، ما حظ قصيدة التفعيلة في شعرك، وما حظ قصيدة النثر أيضا، يعني ما يسمى بالشعر المنثور، أي إلى أيهم أميل؟
خارج الوزن ما كتبت. واضح. يعني بحس انه بمشي شعرا، يعني هيك وقع الحياة بالنسبة لي، وقع موسيقي، وقع هيك مفعم بالحركة الإيقاعية. يعني أنا بحس الإيقاع يضبط الشعر. وبالنسبة بحب قصيدة النثر عند البعض، ولكن مش كل ما يكتب يسمى قصيدة، لأنه بعض الناس بيعتبروا أنه مجرد أي نص نثري هو قصيدة نثر. لا تماما، هذا الكلام لا ينطبق على 90% من اللي عم يكتبوا قصيدة النثر. يعني مش الكل أنسي الحاج ولا الكل محمد المغوط، فيعني تعرف في تجارب كتير تستحق انك تتوقف عندها تتعلم منها قصيدة النثر. بس انا ما كتبت، خارج التفعيلي وخارج العمودي. يعني العمودي بالنسبة لي هو تدريبات، لانه بحس ملعبي لابد منه، الملعبي هو التفعيلي. اول يقال اول ما كان به الشعر شعرا موسيقاه، وأنت تقولين ويظل الشعر موسيقى. بالضبط، يعني خارج الموسيقى بقول سموه أي شيء تاني، أي شيء تاني غير بس الشعر، غير الشعر. خلوا الشعر هو هيك جميل، وقعه موسيقى العالي، حساسية الكلمة، إنه حلو إنك تحس. على علما انه بعض قصائد النثر بتحس كمان موسيقاها الداخليه بتحكمها، فيها موسيقى. يعني من يتقن قصيده النثر يعي تماما اهميه يعني اقتناص ما يلزم من الموسيقى لتوظيفه، لان خارج الموسيقى ما في شعر. الذين يعبرون مباشره الى قصيده النثر اثبتت التجارب انهم فشلوا في احداث ايقاع جديد يستبدلون به الموسيقى الشعر من حيث الإيقاع. أما الذين مارسوا الشعر في حضنه الأول، في حضن العمودي، ثم في قصيدة التفعيلة، ثم ذهبوا اختيارا وفقوا إلى حد كبير. بالضبط، هذه أهم مهمة كتير النقطة. يعني اللي بيتقن كتابة القصيدة الحقيقية واختار أنه يروح يجرب في مجال قصيدة النثر، أنا بقول حقه، لأنه هو حقيقة شاعر. نعم. ولكن اللي بيجي وما بيتقن الوزن ولا بيتقن التفعيلي ولا بيتقن ولا بيعرف البحور وبده يكتب قصيدة ويسمي حاله شاعر، برأيي أنه يعني دعسة ناقصة بتكون. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. إذن هذه هي الشاعرة سهام شعشاع، سهام شعشاع النجم المتلألأ في سماء الفن العربي وفي فن الشعر تحديدا. إذن شرفتنا بحضورها في الدورة 24 من مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان، ولنا معها بحول الله لقاءات. فشكرا جزيلا. شكرا كريم ختام لجمهورك. أكيد أنا بانتظار أنه شوفهم حوالي، لأنه بمحبتهم بحس أنه بنكبر. وأنا ضد الناس اللي بيقولوا أنه بنكتب للنخبة، أنا بكتب للناس الطيبين، الناس اللي بيشبهوني، لأنه أنا بنت الحياة، وبالآخر كل شيء بيوصل للآخرين بالنسبة لي هو قصيدة حياة. شكرا جزيلا، نورتنا في القيروان. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.